بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى أكاديمية إدراك للغات. سنكون معكم بإذن الله في دورة تعليمية للغة التركية عبر الإنترنت. كونوا معنا. الأحرف في اللغة التركية. يوجد في اللغة التركية 29 حرف، 21 منها حروف ساكنة وثماني منها حروف متحركة أي صوتية. تلعب الأحرف الصوتية دور الحركات في اللغة العربية، وتضيف التأثيرات على الأحرف الساكنة وتتنوع بين فتحة وكسرة وضمة، بالإضافة إلى درجات أخرى غير موجودة في اللغة العربية. في درسنا الأول سنتناول الأحرف التركية بهذا الترتيب. أولا، الأحرف بشكل منفرد، طرق اللفظ ومخارج الحروف، وهذا فقط للتعريف بها طبعا. الخطوة الثانية وهي الأهم، ثنائيات الأحرف، بحيث سنتعلم تأثيرات الأحرف الصوتية على باقي الأحرف بمبدأ الحركات، وهو ما يسمى أيضا بالتهجئة أو المقاطع الصوتية، والتي يبنى عليها قراءة الكلمات وتهجئتها، وبالتالي لفظ صحيح وسليم كما الأتراك. لنبدأ معا. الأحرف في اللغة التركية. سنبدأ بقراءة الأحرف حرفا حرفا بشكل منفرد، مع التركيز على الأحرف الصوتية التي هي في اللون الأخضر. نبدأ معا. آ ب ج ش د ا ف ج يمشك ه أ إي ج ك ل م ن أو أ ب ر س ش ت أو أ و ي ز. إذن كانت هذه تجربة لقراءة الأحرف التركية بشكل منفرد. الحرف الأول هو الحرف آ، ويلفظ دائما آ بدون أي ترقيق. في اللغة الإنجليزية قد يلفظ هذا الحرف آ وقد يلفظ آ، في اللغة العربية كذلك. الحرف ب لا مشكلة فيه، حرف ساكن. ج يشبه في اللغة الإنجليزية الحرف سي، ولكن في اللغة التركية يلفظ ج، وهو الحرف جيم في اللغة العربية. ملاحظة هامة، أنه لا يوجد في اللغة التركية أي حروف مركبة، يعني لا يمكننا أن نقوم كما في اللغة الإنجليزية بوضع حرفين وراء بعض متتاليين كحرفي سي و اتش في اللغة الإنجليزية لإنتاج حرف جديد وهو تش. في اللغة التركية الحرف تش هو حرف منفرد وليس مركب كما في اللغة الإنجليزية. فإذا تش ج تش د وليس دي. نلاحظ أيضا أنه في اللغة التركية لا يوجد أسماء للحروف، إنما لفظ الحرف هو اسمه. في اللغة الإنجليزية مثلا الحرف الأول يسمى A ويلفظ A أو A. الحرف الثاني هو B أو بالعربية باء ويلفظ ب. أما في اللغة التركية اسم الحرف هو ب، ولفظه أيضا ضمن الكلمات هو ب، كذلك باقي الأحرف. نعود إلى الترتيب. الحرف د د يتنقل بين اللفظين د و ض مع الحروف القوية، سنأتي على ذكرها لاحقا. الحرف الصوتي الثاني وهو أ يوازي الفتحة في اللغة العربية ضمن الكلمات. أ أيضا باللغة الإنجليزية هو إي إي، ولكن في اللغة التركية أ. ف ج في اللغة الإنجليزية يسمى هذا الحرف جي، ويتنوع بين لفظين جي و ج حسب ما يرد بعده. أما في اللغة التركية
فإن هذا الحرف ثابت لا يتغير، وهو دائما ج ج الجيم المصرية كما يطلق عليها. نسخة خفيفة من هذا الحرف ج تسمى يوموشاك ج. يوموشاك ج المقصود بيوموشاك هو اللين أو الناعم، أو باللغة الإنجليزية soft، وج هو الحرف السابق. يوموشاك ج تعني soft G أو ج الناعمة، وتلفظ أحيانا غين، وأحيانا تلفظ مادة، وأحيانا تلفظ يا حسب ما يأتي قبلها وبعدها، يضيفان عليها هذا التأثير. سنأتي على شرحها لاحقا بإذن الله بالتفصيل. الحرف التالي هو ه. ه الحرف الصوتي الثالث، وهو قد يعتبره البعض من أصعب الحروف لفظا على العرب، ولكن ببساطة هو شقيق الحرف الأول آ، والفرق بينهما هو فتحة الفك. عندما تلفظ الحرف آ سيكون الفك مفتوحا هكذا آ، وعندما ننطق هذا الحرف نحاول أن ننطق الحرف الأول آ ولكن مع الفك مغلق تقريبا، حيث يكون بهذا الشكل أ أ، وبهذا الشكل يمكننا نطق الحرف أ بكل سهولة. إذن هو نسخة عن الحرف الأول آ ولكن بشكل آخر من ناحية الفك، يكون الفك شبه مغلق. الحرف الصوتي التالي وهو إي. إي تماما يشابه لفظ هذا الحرف في اللغة الإنجليزية، فإذا يبادل الحرف إي في اللغة الإنجليزية إي. الحرف التالي وهو ج. ج الحرف التالي وهو ج. هذا الحرف هو دخيل على اللغة التركية، ليس أصيلا فيها، وتم إدخاله إلى اللغة التركية للتعبير عن لفظ الكلمات الأجنبية. في بعض الكلمات الأجنبية القادمة من الفرنسية بشكل كبير تحتاج إلى لفظ هذا الحرف فيها، لهذا تم إدخاله إلى اللغة التركية. الحرف التالي ك. ك ل ل م م ن ن الحرف الصوتي التالي وهو الحرف أو، يشابه ويطابق الحرف ذاته في اللغة الإنجليزية. أو حرف صوتي قوي ومفخم بشكل دائم. أو الحرف التالي وهو حرف منقوط جديد على المتعلمين، حيث لا يوجد في اللغة الإنجليزية، ولكن هنالك بعض الطرق لتسهيل لفظه. الحرف أو يلفظ من الحنجرة أو، أو أعلى الحنجرة بقليل. أما الحرف أ أ فهو يلفظ من سقف الحلق تقريبا أ أ. الحرف التالي أ، وهو من الحروف الصوتية صعبة اللفظ على العرب كونه غير موجودا بشكل مستقل ولا حتى في اللغة الإنجليزية. مكان لفظ هذا الحرف هو الحنجرة أ، الشفتين في حالة حيادية، في حالة ليست دائرية ولكن شبه دائرية بهذا الشكل أ، اللسان أو رأس اللسان ملتصق في الأسنان السفلية من الخلف بهذا الشكل، يخرج معنا هذا الحرف بشكل طبيعي أ أ. ب ب ر ر س س ش ش ت ت. الحرف الصوتي التالي أو. أو تماما كما الضمة باللغة العربية. يليه نسخة مخففة من الضمة وهي أو. أو أيضا مكان اللفظ هو الحنجرة، الشفتين شبه حيادية ولكن بشكل صغير أو. أو اللسان خلف الأسنان تماما. ف ي ز كانت هذه مقدمة للفظ الأحرف الصوتية في اللغة التركية.
مع التركيز على الأحرف الصوتية. كما ذكرنا، نعود ونكرر أن لفظ الأحرف الصوتية لوحدها غير هام، وبالإمكان تجاوز هذا الدرس في حال الاطلاع عليه فقط. الخطوة الهامة هي في الصفحة التالية. نعود للتذكير بلفظ الأحرف الصحيح مرة ثانية: آ ب ج ت د ا ف ج يمشاج ه أ إي جي كي لي مي ني أو أ بي ري سي شي تي أو أو في يي زي. الخطوة الأهم في تعلم قراءة اللغة التركية هي في هذه الفقرة، وهي تناقش تأثير الأحرف الصوتية على الأحرف الساكنة كما يلي. لنبدأ مع الحرف آ. يضيف هذا الحرف تأثير التفخيم وحركة الفتح على أي حرف يتلوه. مثال هنا الحرف ب. ب مع الحرف آ يقرأ كما يلي: با با. مع الحرف د ضا ضا، تقريبا هو حرف الضاد مع الفتحة. لا لا. ما ما. صا صا. نشاهد تأثير الحرفين هنا: ما صا. بدمج هذين المقطعين معا ينتج لدينا كلمة ما صا، وهي تعني طاولة. طا طا، وهي تشابه حرف الطه باللغة العربية مع حركة الفتح. ظا ظا، وهي في العامية حرف الظ ظا. الحرف التالي وهو أه أه، ويوازيه في اللغة العربية فتحة مخففة قليلا: ب ب د د ل ل م م س س ت ت ز ز. الحرف التالي وهو أ، وهو عكس الحرف أ بحالة الفتحة والكسرة. يضيف هذا الحرف تأثير التفخيم زائد الكسر على الأحرف التي يليها. نفس الأمثلة، هنا كانت با، بينما هنا ستصبح ب ب ض ض، حرف الضاد مع كسرة، وهنا أيضا حرف الضاد ولكن مع فتحة. ل ل م م ص ص، وهنا حرف الصاد مع كسرة بينما كان هنا حرف الصاد مع فتحة. ط ط، أصبح حرف طاء مع كسرة. ز ز. وهكذا نكون قد أتممنا شرح أول حرفين صعبين من حروف اللغة التركية، وهي حرف آ والحرف أ، أصعب حرفين ممكن أن يحدثان تأثير كبير على الأحرف الساكنة. الحرف التالي وهو إي، ويلعب دور الكسر فقط.
مثاله بي، باء زائد كسرة بي، دال زائد كسرة دي، لام زائد كسرة لي، ميم زائد كسرة م، سين زائد كسرة س، وهكذا ت و ز. الحرف التالي هو او، او، ويضيف تأثير التفخيم زائد الضم. الأمثلة أيضا بو، دو، لو، مو، سو، تو، زو. فإذا بو، دو، لو، مو، سو، تو، زو. الحرف التالي نسخة مخففة عن الحرف أو وهو أ، أ، سميناها اصطلاحا ضمة واسعة. ب، هنا بو، أما هنا ب مع بعض المد والتضعيف. ب، د، د، ل، ل، م، س، ت، ز. إذن ب، د، مثالها dirt، dirt، ل، م، س، ت، و، ز. الحرف قبل الأخير من الأحرف الصوتية وهو الحرف أو، ويلعب تأثير الضمة تماما كما اللغة العربية، من الحروف السهلة جدا في اللفظ. ب مع ضمة يعطينا بو، وبو باللغة التركية تعني هذا. نتابع دو، لو، مو، سو، وسو تعني ماء. تو، زو. فإذا أي حرف يتلوه الحرف أو يعامل معاملة حرف زائد ضمة. الحرف الأخير وهو حرف معروف عند من درس اللغة الفرنسية أو الألمانية، وهو ضمة مخففة، أيضا تسمية اصطلاحية. الحرف السابق هو أو، بينما هذا الحرف هو أو، أو، تصبح بو، بو، دو، دو، لو، لو، مو، مو، سو، سو، تو، تو، زو، زو. بهذا الشكل نكون قد أتممنا الخطوة التالية من شرح الأحرف والأحرف الصوتية وتأثيراتها في الأحرف الساكنة. أوصي بشدة بمراجعة هذه الصفحة وإعادة الفيديو للتمكن من اللفظ الصحيح. أي كلمة في اللغة التركية مهما كانت طويلة يمكن قراءتها ببساطة بالاعتماد على هذا الجدول. بهذه الكلمات أو المقاطع البسيطة يمكن إسقاط هذا اللفظ على باقي الأحرف، وهنا عرضنا أهم الأحرف منها الت حيث تتحول إلى طا، والس حيث تتحول إلى ص، ولدينا أيضا حرف الد الذي يتحول إلى ض في هذه الأحرف القوية. ملاحظة هامة أيضا أن الأحرف الصوتية لها قسمان، أحرف صوتية قوية التي هي في اللون الغامق الأزرق الغامق، والأحرف الصوتية الضعيفة التي هي في اللون الفاتح. مجموعة الحرف آ هي الأحرف القوية، ومجموعة الحرف A هي الأحرف الضعيفة. أيضا إشارة إلى الأحرف القوية، أن جميع الأحرف القوية تكون غير منقوطة، بينما الأحرف الضعيفة يكون فيها نقاط سنسميها اصطلاحا نقاط الضعف. فإذا أي حرف صوتي منقوط هو حرف صوتي ضعيف، بينما أي حرف صوتي غير منقوط هو حرف صوتي قوي. ويبقى علينا حفظ أن الحرف آ هو أقوى من الحرف A. أتمنى لكم كل الفائدة.